بس بدأوا بالاشعه بس يا عم عملها كمان بتاعت ايه؟ قريب من الماف يعني. هي جنب الماف، لكن الماف فيها عماير، بيقول لك في عمارة في مرة واحد. تدفع كام؟ مدخل واحد، شقة واحد. تدفع 110 وتعمل لك كده. لسه ما خصموش بقى في الشهر، عشان هيعملوا كام في الشهر. زي فدي طبعا. لسه بيعملوا اللايحة بتاعتنا. لسه ما خلصتش يا عم. ده في عدد كبير في الشقة. أشعة وأسفل وعمل وكل خدمة. ايه فايدتها دي يا باشا؟ شغل الاغذيه رخم صعب. لا يا عم مش عايز 80% في المية. عشان انا ساعه ما جيت كنت من الناس كانوا الاغذيه بتاعت معديه. هم اختاروا طبعا اختار اللي شغال. طب يا جماعه هديكم رزقكم اللي خليهم. عملت قانون المدرسه ها؟ عملت قانون المدرسه. كانت ايه؟ الاغذيه. لا والله. والله ما بنحرقها. انا كذاب بجد ما احنا بنشمعها عشان. لا ده احنا كنا بنحرق الشمس. الواد اللي خسرنا وراه عمال يشمعوا في رسايل. ها؟ بيحبلوا يشمعوا. كله راضيين واقف.